سعادة تكون أولها طبعاً متعلق بالنادي الأهلي، وتحديداً الجملة اللي كلنا بنحلم بيها الفترة دي، العشرة يا أهلي إن شاء الله. طبعاً الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هيستأنف تدريباته بكرة إن شاء الله لمواصلة التحضيرات لهذه المباراة المهمة اللي كلنا قاعدين بانتظارها ومتشوقين جداً، مواجهة الأهلي مع سان داونز الجنوب أفريقي اللي هتقام يوم السبت المقبل إن شاء الله في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. كلنا هنعيد إلا فرقتنا هتدخل معسكر مغلق استعداداً يعني لهذه المباراة المهمة، واللي إن شاء الله إن شاء الله يكون الفوز هو حليف النادي الأهلي فيها بإذن الرحمن. زي ما احنا عارفين او تابعنا طبعا بالامس كان في مران للاهلي على ملعب التتش، ده كان يعني بعد مباراه القمه اللي كلنا برضو تابعناها في منافسات الجوله 21 من بطوله الدوري الممتاز. ويمكن خلينا نقول يعني الناس برضو او بعض المتابعين بيتكلموا ان اكيد هتكون يعني صفحه واتقفلت، لكن عايزين نركز في ما هو قادم. عندنا مباراه سان داونز اكيد برضو هتكون او زي ما بنقول كده منافس مش بسيط. ناس كتير كانت بتقول طيب احنا بعد مباراة القمة والفكرة هنا ان انت برضو كان ممكن في الشوط الثاني يكون عندك الى حد ما استطاعة او كان في فرصة للفوز، ولكن يعني على كل حال احنا نقدر نقول الحمد لله. برضو تعرف برضو الزمالك كان بيلعب، وده يمكن التصريح اللي قاله موسيماني برضو في المؤتمر الصحفي اللي تلا مباراة القمة، يعني هو كان بيتحدث ان برضو الزمالك كان خصم قوي جدا، هو كان حريص ان هو يقاتل بشدة لان هو مش عايز اكيد يخسر بعد ثلاث مرات خسر امام الاهلي، هو كان بيحاول ان هو ده ما يتكررش مره تانية. فعلى كل حال طبعا زي ما احنا عارفين اللي جاي هيكون سان داونز، وباذن الله اكيد واثقين في المدير الفني واثقين في اللعيبه، فكل التوفيق باذن الله. هو الحقيقه الفتره اللي فاتت كانت يعني تفصيله ان اللعيبه بتلعب تحت ضغط كانت متحققه بمنتهى الوضوح، ويمكن النقطه دي اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره طوال الفتره الماضيه. الضغط كان فعلا كبير جدا على كل اللاعبين، المباريات ورا بعض، المسافات الزمنيه اللي ما بينهم ما بتعديش يومين في بعض الاحيان. بالمناسبه كابتن بيتسو موسيماني طبعا كما هي عاده النادي الاهلي بشكل عام اكد على كل اللعيبه انسوا بقى كل اللي فات، هنفتح مع بعض صفحه جديده، وخصوصا ان الصفحه الجديده دي مش سهله، وهيكون اول اللقاءات اللي فيها طبعا ضد سان داونز مباراه متوقع ان اللقاء ده يكون طبعا قوي جدا، بنتمنى ان شاء الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي. مباراه في منتهى الاهميه يجب ان ينصب تركيز كل اللاعبين عليها بشكل كامل وعدم التفكير في اي امور اخرى باستثناء هذه المواجهه، واللي ان شاء الله ما فيش شك ان هي اكيد هتكون مواجهه صعبه جدا، ولا انت شايفه ايه؟ انا متفق معاك جدا. وبمناسبه الحديث كمان عن يعني مباراه سان داونز، في المؤتمر الصحفي برضو اللي كان بيتسو موسيماني كان حد بيساله من الصحفيين بيقول له هل حضرتك بتعتقد ان يعني تفكير الفريق في مباراة سان داونز إلى حد ما أثرت على أدائهم في الماتش؟ قال له أنت مين قال لك حاجة زي كده؟ حد قال لك معلومة زي كده؟ قال له لا. قال له طب أنت بتتكلم على أي أساس؟ إحنا ما عندناش حاجة اسمها كده، إحنا بنركز في كل مباراة، وعلشان كده إحنا هنرجع نقول تاني لو هنتكلم عن المسؤولية أكيد في مسؤولية كبيرة جدا على الجهاز الفني وعلى اللعيبة نفسهم، وفكرة كمان التحضير الجيد للفريق قبل المباراتين كمان المقبلتين، مش المباراة بس، هتكلم عن سان داونز وفي دوري ابطال افريقيا وكمان مباراه هنا نهضه البركان اللي هتكون او بتعد يعني بطوله البركان بطوله بمفردها زي ما بيتقال على لقب هنا بقى السوبر الافريقي. طيب تعالوا بقى